أنا الدكتور حسام بيزيد، أخصائي صحة عامة، رح كون معكم من منظمة أورانج بسلسلة فيديوهات قصيرة تتضمن إرشادات نصائح توعوية حول فيروس كورونا. كورونا فيروس الكوفيد-19 هو فيروس تاجي انتشر حاليا بكل دول العالم، تصنيفه يعد هو وباء عالمي. مشان هيك نحن رح نذكر معلومات بسيطة حوله. طريقة الحماية رقم واحد، كيفية استخدام الصابون السائل أو الصابون العادي. نحن بناخد كمية بسيطة من الصابون السائل. أول شغلة، هذا الجزء لازم يكون نحن نرفعه 5 سنتيمتر تقريبا، لازم تكون ظاهرة من الإيد اليمين واليسار، لأنه هذا الجزء هو معرض للتلوث. يكون التدليك بهذا الشكل، يسار يمين أو يمين يسار حسب ما الشخص يريد، لمدة 3 ثواني. ننتقل للمرحلة الثانية، يكون التشابك الأصابع مع بعض الظاهري بهذا الشكل، يمين فوق اليسار. نرجع ننتقل لمدة ثانيتين تقريبا، كل عملية يسار فوق اليمين. بالعكس هلا بهذا الشكل نعمل، يمين يسار يسار يمين. قبل الأخير الإبهام بهذا الشكل لمدة ثانية ونص أو ثانيتين، وآخر شيء الجزء المتبقي بهذا الشكل، كذلك أمر لهون. تقريبا العملية هيك بكون أخذت معنا 20 ثانية. بهذا الشكل نحن اليوم بنكون تعرفنا على طريقة غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل صحيح حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. بنشوفكم بخير بفيديو تاني إن شاء الله.